إذن هكذا متابعينا الكرام، التواصل يستمر، هكذا التحديات تتواصل. هنا شوطا أيضا تلو الآخر، هنا مشاهد الأعزاء متابعينا الكرام ينطلق هذا الشوط أيضا التاسع الحامل في طياته. أيضا هنا الإبكار الفطامين نجوم هذا المستقبل، هنا صدارة الأولى شعار عمر بسليم بدودة العامري يتواصل في هذه اللحظات على الصدارة، بينما شعار أيضا هنا سهيل بدليلة العامري يتواصل في هذه اللحظات على أيضا ثانية التحديات من خلال هذا المسار، بينما هنا التواصل وهنا القدوم في هذه اللحظات. أيضا مشاهد الأعزاء يأتي أحد الأسماء والشعارات الرائعة والجميلة في هذا المسار، مقدما الشاني أحمد بن محمد العوية العامري، وهناك التواصل وهناك القدوم في هذا المسار وهذا التحدي. أيضا لأحد الأسماء القادمة بكل قوة في هذا المسار. هنا أيضا متابع الأعزاء يأتي أيضا معلك شاني محمد بن حمد بن سهيل بن نازلة العامري يتواصل في هذه اللحظات، بينما هناك التواصل وهناك القدوم أيضا في هذا المسار. يتواصل أيضا أحد الشعارات القادمة، هنا أيضا متابعين الكرام أحد الشعارات القادمة في هذا المسار والتحدي والمنافسة، ولكن رعى العوية على الصدارة. هناك متابع الأعزاء من الزاوية الصعبة يأتي في هذه اللحظات. هنا مشاهد الأعزاء يتواصل أيضا أحد الأسماء وأحد الشعارات الرائعة والجميلة، يتواصل محمد بن محنة بالويع العامري، هنا يأتي في هذه اللحظات تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. من قدم لنا هذا الشعار؟ محمد بن محنة بالويع العامري. المركز الثاني كان شعار على العوية، هناك مع المركز الثاني ثلاثة أسماء. المركز الثالث كان شعار راشد بن عبد الله بن صبح العطيرة العامري. إذا تهانينا وناموس لمالك شاني محمد بن محنة بالويع العامري، من قدم لنا هذا الشعار. التوقيت الزمني دقيقتين 11 ثانية 56 جزءا من الثانية. تهانينا وناموس.